نشرة مفصلة من أخبار الـ MTV، أهلا بكم. في عرسالة وحولها تساؤلات وحذر وانتظار واستنفار، فالأصداء الواسعة لحادثة الجمعة طغت على المشهد الداخلي وأرخت بثقلها عليه، فالمشاورات السياسية تواصلت والاجتماعات الأمنية توالت والتعزيزات العسكرية استمرت من دون أن تؤدي إلى أي تغيير على الأرض. المتورطون في مقتل العسكريين لم يقبض عليهم، في حين قطعت الطرق في بعض المناطق احتجاجا على ما تعرض له الجيش اللبناني في عرسال. لكن الأخطر هو ما ساقته أطراف معينة ضد حزب الله واتهامه بتورط ما في الاشتباكات، وقد تزامنت الاتهامات مع إعلان الحزب في بيان عن تشييع أحد عناصره الذي قضى في واجب جهادي وفق بيان الحزب. تقرير لنخل عظيمي. هذه هي بلدة عرسال المطوقة مداخلها من قبل الجيش اللبناني بعد استخدام تعزيزات نوعية تمركزت عند محاور استراتيجية على مشارف البلدة من دون الدخول إليها حتى الساعة. الهدف الأساس منع هروب المتورطين بالاعتداء على الجيش في وقت تم توقيف 4 مسلحين كانوا يحاولون الخروج من عرسال باتجاه جرود البلدة. كاميرا الـ MTV تمكنت من دخول البلدة رغم الطوق الأمني في الداخل، يبدو أن الترقب هو سيد الموقف، وعلم أن اتصالات عدة أجريت مع فعاليات البلدة لتسليم المطلوبين، علما أن الأهالي ينفون وجود أي من المطلوبين لديهم ويتمسكون برواياتهم عن الحادثة والتي تستند على مقولة أن سيارات مدنية دخلت إلى البلدة لتصفية خالد حميد، وأن الأهالي قاموا بملاحقة المجموعة والاشتباك معها ونقل الجرحى إلى مبنى البلدية قبل أن يعاد تسليمهم. أنا عايز 5 مرات على التليفون، هالتليفون يا أخي على عدلتي وين بدكم؟ سألوا كل يعني يروح يطلعوا التليفونات، إذا ماني حاكي 7 مرات 8 مرات بيأكدوا لي إن إحنا ما لنا دورية بعرسال، مخابرات الجيش ولا الجيش ولا المعلومات، لآخر ما خلص الحادث واللي انضرب ضرب واللي صار يعني اللي حدث حدث. ساعتها بيقولوا هاد دورية للجيش، ديروا بالكم يا عمي شوفوا إذا بعد حدا طيب احتفظوا فيه. أطبة مخفية عند الدولة وبالقوة بدي ركبوا في المعرسين. في غضون ذلك عمل الجيش اللبناني على سحب الآليات المتضررة جراء الاعتداء، وقد بدت بوضوح في مكان الاشتباك أثار المعركة التي دارت بين الجيش والمسلحين الذين كمنوا له. وعرسال هي محطة أنظار الجيش اللبناني، فيها لا يقل عن 3000 عسكري لبناني، هاو ما منضيعهم وروحنا وجمنا وجسمنا للجيش اللبناني. طب في مطلوبين هلا صاروا معروفين عمين قالوا؟ مطلوبين على الدولة اللبنانية أن تقتفي أثرهم وأن تمسك بهم، ونحن معها إلى أقصى حدود. وين جوا جوات البلدة يعني برأيكم؟ شو معلوماتكم؟ لا أعتقد أنهم موجودين ضمن البلدة، ربما يكونوا هربوا، ربما يكونوا حدا مخبيون، على الدولة أن تتحمل مسؤوليته. وسط هذه الأجواء كان لافتا عملية قطع الطرقات تضامنا مع الجيش، فعلى طريق العين تم قطع الطريق المؤدي إلى رأس بعلبك بالإطارات المشتعلة من قبل عدد من الشبان، وقد تكرر المشهد التضامني مع المؤسسة العسكرية على طريق بلدة يونين وعند اللبوة باتجاه عرسال. كشفت مصادر عسكرية للنهار أن المطلوبين في حادثة عرسال يناهزون المئات، وهم معروفون فردا فردا من الجيش اللبناني، لافتة إلى أن المداهمات لم تبدأ بعد بانتظار التوقيت المناسب. عضو كتلة المستقبل النائب خالد الظاهر أعلن أن مطلقي النار على خالد حميد في عرسال هم قوة خاصة فاتحة على حسابه ويرافقها عناصر من حزب الله. الظاهر وفي حديث لموقع ناو لبنان رأى أن شهداء الجيش وعرسال ضحايا لمؤامرة النظام السوري وأزلامه في لبنان الذين يحاولون زج الجيش في معارك مع أهل السنة. من ناحيته اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب وليد سكري أن الحديث عن أن الأهالي اتصلوا بالجيش وبالقوى الأمنية الذين نفوا علمهم بالمداهمة هو كلام باطل، معتبرا في الوقت عينه أن الكلام عن وجود عناصر من حزب الله رافقت الجيش إلى عرسال هو كلام فارغ. شيع حزب الله وأهالي بلدة عرب صليم حسين محمد نذر الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي وفق بيان صادر عن حزب الله. الغضب الشعبي والحزن خيما على بلدة حلبة في عكار التي ودعت ابنها المعاون الشهيد إبراهيم زهرمان. هيثم خوند والتفاصيل.
مرة جديدة تقدم عكار وتحديدا بلدة حلبة أحد أبنائها قربانا على مذبح الجيش والوطن. الرقيب أول إبراهيم زهرمان شهيد الجيش اللبناني استقبل استقبال الأبطال في بلدته التي ضمت جثمانه بين حناياها إلى الأبد. في منزل والديه حزن وغضب ووجوم يختصرون مأساة عائلة يفخر أبناؤها جميعا بانتمائهم إلى المؤسسة العسكرية. نحن مبسوطين كتير بالشهادة هذه، لأنه نحن دمنا كله للمؤسسة العسكرية. أول شيء كنا نحن بالجيش، نحن أربع عسكري بالجيش، ونحن دمنا فدى الوطن، والله يحقق حلم الدولة هلا باللي قتلوا هالشباب دول يكمشوه وساتا ياخذوا جزائه. يعني نحن ما بدنا يعني الأمور يعني تخرج عن نطاقها، بدنا بس إنه العدالة تتحقق ونحصن هذه المؤسسة، لأنه هذه المؤسسة العسكرية هلأ بهالظرف اللي نحن عم نعيشه هي ضامن الاستقرار. في المنزل أيضا أم ثكلة تبكي نجلها بغصة وأسى، وطفلين صغيرين غير مدركين أن أباهما راح مع العسكر. شو اسمك؟ محمود. شو اسمه بابا؟ رايل. شو بيعمل؟ شو بيشتغل؟ روح عساس. وكانت شوارع عكار شهدت منذ ليل الجمعة غضبا كبيرا، فأقفلت الطرقات الرئيسة تنديدا بالاعتداء على المؤسسة العسكرية وللمطالبة بالاقتصاص من المجرمين. الامراجات تتحضر لوداع ابنها النقيب الشهيد بيير بشعلاني. تقرير لنخل عظيمي. بلدة المريجات لا تزال تحت هول فاجعة استشهاد ابنها النقيب بيير بشعلاني بكمين عرسال. البكاء والنحيب يلف المكان، الأهل والأقارب لا زالوا تحت وقع الصدمة، والأب المفجوع لم يصدق بعد أن ابنه الشهيد فارقه إلى غير رجعة. في قلب الأم حرقة الوداع الأخير التي لا توصف، فقد فقدت حبيبها الذي ترك أيضا خلفه زوجته ووحيده جورج الطفل الرضيع ابن الشهرين، ولم يسنح له القدر أن يعرف والده عن قرب لتبقى أخبار البطولة زاده في حياته. أما صورة بيير فستبقى مطبوعة في أذهان كل من عرفه، وهو الذي دخل السلك العسكري دفاعا عن لبنان حتى الشهادة. وهذه الشهادة لا يريدها أهالي المريجات رخيصة، ومن هنا كانت هذه الرسالة. ما قدم على حربية، ما قدم على شو اسمه إلا الأول تصنيفه الأول. هذا الصبي ما مرة ثانية ما عمل. تشهدوا على هالكلام صح ولا لا يا شباب؟ تشهدوا؟ هذه الناس كلها هن علموا الأول بلبنان، الأول بالعالم. بتمنى على فخامة الرئيس بالأول اللي بجله وبحترمه، وعلى حضرة العماد قائد الجيش، إنه خليني أشعر إنه دم ابني هالشهيد ابني بيير وغير وكل الشهداء إنه لم ولن يذهب هدرا. بعد اللي سمعناه امبارح من رئيس بلدية عرسال، يعني احترنا هل يا ترى نحن ببلد أو نحن بمجمع عشائر؟ إذا الجيش اللبناني مش عم نقدر نحميه، ضباط من الجيش ففينا نحميه، لكن الشعب كيف الجيش بدي يحمي هالشعب؟ كيف بدي يحمي إذا حاله مش عم بيحمي؟ كيف بدي يحمي حاله؟ الجميع أتى للوقوف عند خاطر العائلة، فيما كانت اتصالات التعزية الرسمية متواصلة مع العائلة ورئيس البلدية، وقد رصدت الام تي في هذا الاتصال مع الرئيس نجيب ميقاتي. أنا الأوان إنه ما يكون الأمل بالتراضي، أنا الأوان شبابنا ما تموت على الطرقات وحاملة حقائب السفر، أنا الأوان الدولة تفرض وجودها بهذه الدولة اللي منحترمها ومنقدرها ومنجلها، بدءا من فخامة الرئيس وقائد الجيش والجيش. نحن ما خسرنا هذا الشهيد، نحن قناعتنا وإيماننا كبير بهذا البلد. الأحد 9 صباحا ينطلق جثمان الشهيد من المستشفى العسكري إلى منزله في بلونة، لتتمكن زوجته من إلقاء النظرة الأخيرة على رفيق العمر، ليتوجه بعدها إلى بلدته المريجات حيث سيقام له استقبال حاشد على أن تقام مراسم الجنازة عند 3 بعد الظهر. وزير الدفاع فايز غصن يؤكد للام تي في أن جنود الجيش كانوا بلباس عسكري خلال مهمتهم في عرسال، رافضا مقولة إن عرسال إمارة عاصية خارجة عن الواقع اللبناني. تقرير لجويس حقيقي. في حادثة عرسال هذه المرة لم تسلم الجرة،
انكسرت، فسقط شهيدان من الجيش اللبناني وجرح من صفوفه، إضافة إلى المطلوب خالد أحمد حميد، ومعه سقط الأمن الهش في البلاد، أمن يعترف وزير الدفاع فايز غصن أن فرضه يحتاج إلى قرار من مختلف القوى السياسية في البلاد. أما روايات بعضهم عن أن الجنود كانوا بلباس مدني فينسفها وينفيها غصن جملة وتفصيلا. المداهمات أكيد من عمل الجيش اللبناني، وكانوا بتياب الجيش اللبناني كمان فاتين يجيبوا مطلوب، استدرجوا إلى مكان صار في كمين عليهم. سيتم إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين؟ طبيعي مفروض سيتم إلقاء القبض. ألن تأخذوا القرار السياسي بمجلس الوزراء بتأمين الغطاء السياسي للجيش؟ ليك دوس، أنه كل مرة بدنا نحكي وغطاء سياسي وغطاء سياسي، هذا الأمن ما بده غطاء سياسي. شو بده؟ الأمن بده قرار، وهذا القرار بياخذوه كل اللبنانيين، حتى اللي موجودين برات الحكم وحتى اللي موجودين عندهم أهداف سياسية أخرى، إنه هذا موضوع ما بيمزح فيه. تصريحات بعض المسؤولين غير مسؤولة تماما، كما تصريحات رئيس بلدية عرسال يقول غصن. ما شيء جديد اللي عم بيقوله، بوقت اللي أنا حكيت عن القاعدة زمانا وحكيت عن الأرهاب زمانا، حكي رئيس البلدية وإجا وعمل من قضية وتجن علي أنا شخصيا، وكأني أنا عم بحكي بشيء خيالي أو مش موجود. فمنتمنى عليه يتروى وقت اللي بده يحكي، لأنه عرسال هي بلد من بلدان لبنان، ما ممكن أنها تكون رايحة بجرايد كل العالم وأنه هي طالعة أو عصيانة عن الوضع، أو هي إمارة، أو هي شغلة برات الواقع اللبناني. النائب معين المرعبي يقول أنه الجيش تجنى، ويقول أنه وكأنه الجيش عم يعمل معركة ضد أهل السنة. هذا كلام مرفوض، لأنه نحن الجيش معروف عنه أنه هي مؤسسة غير طائفية بالمطلق وغير مذهبية بالمطلق. أي يد تمتد على الجيش ستقطع، يقول غصن في ترداد لمقولة لم تتحول فعلا بعد. النائب بطرس حرب يكشف للإم تي في عن ضغوط تعرض لها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لعرقلة الادعاء على المطلوب محمود الحايك، ويتحدث عن صفقة حاول حزب الله تمريرها عبر جلب الحايك لمثوله أمام القضاء ومن ثم إخلاء سبيله. ستة أشهر مرت على محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وبعد كل هذه المدة أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعاء على المدعو محمود الحايك المنتمي إلى حزب الله في جرم محاولة قتل حرب. الادعاء بحسب حرب طال بعد محاولة عرقلته من حزب الله عبر قضاة أساسيين في قصر العدل، إلا أن رئيس الجمهورية قطع الطريق على تلك الصفقة بحسب حرب. عندي معلومات أنه صار في ضغوط كتير كبيرة للحقول دون صدور هذا القرار. بتأسف أقول أنه في ناس بالعدلية مسؤولين شاركوا بهالضغوط. بتأسف أقول. مثل مين؟ بتمنى أني ما أضطر أكشف الأسماء. طب من هذه الضغوط مع الوزير؟ بعرف أنه صار في ضغوط بالحزب الله، وصار في محاولة لعقد صفقة أنه منجيب محمود الحايك لعند المدعي العام على شرط أنه بيمثل بيعطي إفادته وبيخلي سبيله النهار ذاته. وماذا لو ثبت أنه لو أدين يعني؟ لهذا السبب أنا بدي حيي صقر صقر، لأنه تصرف كقاضي، وأنه بالنتيجة قال أنا ما فيني التزم بأي صفقة، إذا تبين أنه بريء أنا بوقفه، بس أنا ما ممكن أخلي سبيل موقوف إذا ما أخذنا الDNA تبعه، إذا ما أخذنا البصمات تبعه، إذا ما دققنا بهويته. ما الذي يدفع بقاض إلى عقد صفقة؟ لا ماشي، خليني أتحفظ على هذا السؤال، ويمكن أقول ما الذي يدفع إذا لقيت أن الصفقة مستمر، روح الصفقة مستمر بدعوي. القاضي صقر أحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة، ومخاوف حرب تكمن في تكرار ما حصل مع صقر مع أبو غيدة فتمر الصفقة. إني بتأمل أنه من حاول تمرير صفقة على حساب العدالة لتعطيل العدالة حماية لعنصر تابع لحزب الله لأسباب وغايات سياسية ما يحاول يعملها مع قاضي التحقيق، لأنه أنا مش رح أسكت. يعني أنت تتخوف من أنه الصفقة نفسها نعم تتكرر مع القاضي أبو غيدة؟ طبعا أنا لي ثقة بالقاضي أبو غيدة،
وأنا براهن على أنه سيكون موقفه موقف قضائي مثل ما مول بأخلاقيته. أنا محامي بعرف القضاة وبتأمل أنه ما يحاول حدا يضغط عليه. لن أسكت إذا ما تكرر السيناريو نفسه معي عبر تجاهل التحقيقات، ولكل حادث حديث يختم حرب. بعد الإعلان أعراس غريبة. بالعودة إلى آخر المعلومات عن تداعيات أحداث عرسال، ورد أن أهالي النقيب الشهيد بيير بشعلاني يرفضون استلام جثته بعد معطيات جديدة حصلوا عليها. في أخبارنا المحلية، اتصل رئيس تيار المستقبل سعد الحريري هاتفيا بالأمير مقرن بن عبد العزيز مهنئا بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء السعودي، وكانت مناسبة تم خلالها التداول في الأوضاع العامة. من ناحية ثانية، تلقى الحريري اتصالات هاتفية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والنائبين سامي ونديم الجميل، تم خلالها بحث المبادرة التي تقدم بها. أكد النائب وليد جملاط للنهار أن اجتماعه مع الرئيس سعد الحريري في باريس سادته أجواء من الود والمصارحة، وكان الاتفاق على أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي ضرب عرض الحائط التوافق اللبناني والثوابت الأساسية لاتفاق الطائف. أضاف جنبلاط إنه لم يتفق مع الحريري على اقتراح 50 دائرة لأنه لا يناسب الحزب التقدمي الاشتراكي، واصفا مبادرة الحريري بالممتازة ومجلس الشيوخ بالخطوة المتقدمة. أكدت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري للنهار أنه عندما يصل مشروع الحريري إليه سيحيله على اللجان المشتركة ليضم إلى لائحة الاقتراحات والمشاريع. هذا وذكرت أوساط اللجنة الفرعية التي ستعاود عملها الاثنين أنها ستتابع ما اتفق عليه بشأن المشروع المختلط. وفي سياق متصل، كشف النائب أحمد فتفت للصحيفة عينها أن اقتراح مشروع قانون كتلة المستقبل يتضمن النظام الأكثري على أساس دوائر تتراوح بين 26 و50 دائرة. أما سائر بنود مبادرة الرئيس الحريري فسترد في الأسباب الموجبة للمشروع. أعلن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا عن تزايد مخاوف واشنطن من احتمال أن تؤدي الفوضى في سوريا إلى تمكين حزب الله من الحصول على أسلحة متطورة من النظام السوري. هذا وعرض التلفزيون السوري صورا للدمار، قال إنها بسبب الغارة الإسرائيلية على مركز البحوث في ريف دمشق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن الغارة الإسرائيلية استهدفت موكبا متحركا داخل سوريا. لافروف والخطيب يلتقيان للمرة الأولى في ميونخ، واختلافات كبرى بين واشنطن وموسكو. وجليلي يجدد من دمشق دعم سوريا. ميدانيا، المعارضون يسيطرون على حي في حلب ويؤكدون حصول انفجار قوي في دمشق. الحدث في ميونخ على هامش مؤتمر الأمن، إذ تشخص الأنظار إلى لقاءات تبحث النزاع الدموي الذي يعيشه السوريون، وأبرزها جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للمرة الأولى برئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الذي أكد تلقيه دعوة لزيارة موسكو. وكان الخطيب جدد استعداده المشروط للحوار مع النظام الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي. إذا لم ينجح هذا الأمر فأطالب بقصف قيادات مراكز النظام التي تدمر الشعب السوري، لأنه من المحرم أن يتفرج العالم كله على الشعب السوري سنتين وهو يذبح ويبقى متفرجا. من جهته، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في ميونخ عن أمله في أن يعزز المجتمع الدولي دعمه للمعارضة السورية لكي تصبح أكثر وحدة، مؤكدا أن الرئيس بشار الأسد طاغية مصمم على البقاء في السلطة لكنه لم يعد قادرا على قيادة الأمة. من ناحيته، عبر سيرجي لافروف في كلمة ألقاها بعد بايدن عن تمنيه في أن تجتمع مجموعة العمل حول سوريا بقيادة الإبراهيمي مجددا للسعي إلى التوصل إلى حل انتقالي، معتبرا أنه يمكن تحقيق تقدم. والتقى لافروف أيضا نائب الرئيس الأمريكي بايدن والموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي. هذا في ميونخ. أما في دمشق، فأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن بلاده ستقدم كل الدعم لسوريا، وذلك بعيد وصوله إلى مطار دمشق
قبل لقائه الأسد، كما يلتقي جليلي رئيس الوزراء وائل الحلقي وكبار المسؤولين. وتأتي زيارة جليلي بعيد الغارة الإسرائيلية التي حاولت وفق قوله الانتقام من الشعب السوري الصامد، واصفا هذه المحاولة باليائسة. ميدانياً شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على حي مهم في مدينة حلب شمال سوريا بعد ساعات من سيطرة المقاتلين المعارضين عليه وفق المرصد السوري. وفي ريف دمشق قتل عدد من الأشخاص في قصف بالطيران المروحي. أما في دمشق فانفجرت عبوة ناسفة ألصقت بسيارة في منطقة ابن عسكر في حي الشاغور، كما تواصلت العمليات العسكرية في حمص وأدلب. في مصر جبهة الإنقاذ المعارضة تطالب بمحاكمة مرسي لمسؤوليته عن القتل والتعذيب. هدوء ما بعد العاصفة يحيط بقصر الرئاسة المصري بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهري جمعة الخلاص الذين ألقوا قنابل مولوتوف داخل أسوار القصر، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة العشرات، فيما تتزايد المطالبات بإقالة وزير الداخلية على خلفية سحل الشرطة مواطناً وتعريته أمام مقر الرئاسة. أسفنا جميعاً المشهد اللي شفناه لسحل أحد المواطنين، لكن اختزال طبعاً وزير السيد وزير الداخلية يحقق في هذا الأمر، لكن اختزال المشهد العبثي الأيام الماضية في هذا الموضوع فقط بالتأكيد خطأ. طرفا الصراع السياسي الإخوان المسلمون وجبهة الإنقاذ المعارضة تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال العنف. المعارضة حملت الرئيس والإخوان مسؤولية الاحتقان بسبب تجاهل المطالب السياسية، خاصة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل الدستور. الرئيس ينتظر له الحوار، الرئيس في إيده اتخاذ الإجراءات. احنا لما نطالب بحكومة هل ضروري نجتمع علشان نتكلم في حوار علشان يبقى فيه حكومة وحدة وطنية؟ طب الطلب موجود، إذن الحوار ليس هدفا في حد ذاته. بينما يتهم الإخوان المسلمون جبهة الإنقاذ بتوفير غطاء سياسي لمثير الشغب والعنف. البلد أكبر من أي حد، وإحنا الكلام ده بنقوله من زمان جدا، بنقوله قبل ما كنا في السلطة ومن أول ما كنا في السلطة، ما فيش أي حد أكبر من بلد، الجميع مدعو إن هو يشيل هم مصر كلها. من جانبه أكد وصيف الانتخابات الرئاسية الأخيرة أحمد شفيق أن حكم الإخوان المسلمين لن يستمر إذا واصلوا الحكم كجماعة. إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس تؤكد من جديد إصرار حكم الإخوان على إقصاء كل من هو غير إخواني، وكما أقصى كل من يختلفون معه سياسيا، وأبعد الأقباط والنساء ونصف شعب مصر الذي لم ينتخب. يتساءل مصريون متى ينفذ الرئيس إحدى مبادرات الحل السياسي العديدة التي أجمعت على عدم جواز انفراد فصيل واحد بالسلطة في مصر، خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى حد إلقاء المولوتوف داخل قصر الرئاسة، ما يعد إهانة لمصر والمصريين أمام العالم. هشام مهران، MTV، القاهرة. كلف الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز رئيس الوزراء اليمني المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة، وقال نتنياهو إن المهمة الأولى لحكومته منع إيران من الحصول على السلاح النووي ومعالجة الأسلحة الخطرة والفتاكة التي تحيط بإسرائيل، كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى استئناف المفاوضات. يتزوجون بطريقة غريبة عجيبة. إرسل دكاش والتفاصيل. لكل شعب من شعوب العالم عاداته وتقاليده بالزواج، ولكن هناك عادات غريبة بعد لهلا بتصير وبيرتبط الناس على أساسها. فبالصومال بيطل الزوج المحارب وبيضرب عروسته أثناء الاحتفال حتى يخليها تسلم أمر لإله وتخضع له من البداية. أما بالأقاليم الريفية من جزيرة غرينلاند بيكون احتفال العرس أشبه بأسلوب إنسان الكهف الأول، فالعريس بيتوجه إلى بيت عروسته وبيجر من شعره حتى يوصلوا على الكنيسة. بجزر كوك بدل ما تمشي العروس على سجادة من الورد بتمشي على سجادة من البشر، إذ وحسب التقاليد بيتمددوا شباب قرية العروس على الأرض ووجوههم إلى الأسفل، وبتدوس العروس على ظهورهم حتى توصل إلى المكان يلي تقام فيه الحفلة، إلى بورما حيث بيقوم رجل عجوز بثقب بأذني العروس حتى تتوجع وتصير تصرخ بوقت الفرقة الموسيقية بتكون عم تعزف أنغام صاخبة.
بجزيرة جاوا بتصبغ العروس أسنانها باللون الأسود وبتغسل قدمي زوجها أثناء حفلة الزواج كدليل على استعدادها لخدمته طيلة حياتها. ومننهي مع قبيلة نيجريتو بالمحيط الهادئ وفيها أبسط طقوس الزواج وأقل تعقيداً، فبهالجزيرة بيتوجه الخطيبان إلى عمدة القرية، بيمسك العمدة برأسين وبيضربهم ببعض، وهيك بيصيروا زوج وزوجة. والآن إلى نجيب والأخبار الرياضية. هاي روبير. مرحبا نجيب، شو في عنا أخبار للأحد؟ في عنا أخبار عديدة، تنس، NBA وفوتبول تحديدا. تفضل. إذن رح نبلش أخبارنا لليوم مع أخبار الفوتبول تحديدا، مع أبرز النتائج اللي كان عم بيتم تسجيلها بالمرحلة 20 من الدوري الألماني المعروف أكثر بالبوندسليغا. بطبع الأنظار كلها كانت متجهة نحو البايرن اللي كان عم بيلعب خارج أرضه. بايرن ميونخ هو المتصدر وقدر أنه يفرض سيطرته بهذه المباراة اللي كان عم بيخوضها بمواجهة ماينز. توماس مولر بيفتتحها التسجيل، ماريو ماندوكيتش بيسجل الهدف الثاني، والهدف الثالث كان لعبة رائعة جدا بين فرانك ريبيري وماندوكيتش، وبالتالي نتيجة مميزة لفريق البايرن يلي بعده متصدر الدوري وبفارق مريح عن أبرز منافسيه. منتابع مع الدوري الألماني، وهالمرة رح منكون مع فريق شالكي يلي بيفتتح التسجيل بهذه المباراة اللي كان عم بخوضها بمواجهة غرينتر فيرث. شالكي بيفتتح التسجيل بواسطة ميلان باسوس، لأنه غرينتر فيرث بيسجل هدفين، الأول بواسطة فيليكس كلاوس والثاني بواسطة نيكولا يورجيتش، وبالتالي فوز كبير للفريق الضيف يلي عم بيعمل نتائج مميزة في هذا الموسم. أما بأبرز النتائج اللي كانت عم تسجل أيضا بالبطولات الأوروبية، سقوط تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، وفوز فولهام ومانشستر يونايتد على فولهام، وسقوط ريال مدريد من بعد هدف سجله بفريقه كريستيانو رونالدو بمواجهة غرانادا. أما هلا فرح منتابع أخبارنا ورح نكون مع أخبار الـ NBA، رح نكون مع مباراة كبيرة كانت عم تجمع أتلانتا هوكس مع شيكاغو بولز. شيكاغو كان عم يلعب بغياب عدد كبير من أبرز لاعبيه، كيرك هنريتش، يواكيم نوا وكارلوس بوزر، وبالطبع كان عندنا غياب كبير ايضا لعدد اخر من اللاعبين. الفريق كان عم بيلعب بطريقه دفاعيه على ارض خصمه، قدر انه يتقدم بالشوط الاول لانه اتلانتا على الميتان كان متقدم بفارق نقطه وحيده. دانج كان اللاعب الافضل عن شيكاغو مع 25 نقطه، ايضا كان عندنا بالتر جيبسون لعبوا بطريقة مميزة، أما بفريق أتلانتا جو سميث فكان الأفضل مع 19 نقطة. بطبع اللعب الدفاع هو يلي أثر بالنهاية بالفوز الكبير لشيكاغو يلي ربح 3 من آخر 4 مباريات وصار معه بسجله 29 انتصار مقابل 18 هزيمة. بهالوقت كان عنا انتصار كبير لكليفلاند على أوكلاهوما بنتيجة 115-110 ولا نيويورك على ساكرامنتو. اما بختام اخبارنا فرح نكون مع اخبار التنس ومع ابرز النتائج اللي عم بيتم تسجيلها بالديفيس كاب. امبارح كنا شفنا صربيا عم تتقدم على بلجيكا بنتيجه سهله جدا على تيرباتيو بلجيكا، وهي بانتظار الولايات المتحده الامريكيه او البرازيل خصمها بالدور الربع النهائي. تشيكيا عم تتقدم على سويسرا بنتيجه 2-1، بنفس الوقت النمسا عم تتقدم على كازاخستان 2-1، ايطاليا بتتقدم على كرواتيا 2-1، الارجنتين بتسحق المانيا 3-0 وهي رح تلعب مع فرنسا بالدور الربع النهائي. اما اسبانيا اللي عم نشوفها هون فعم بتواجه صعوبه كبيره على الارض الكنديه، وهي لهلا متقدمه 2-1 من بعد مباراه الدبل. هذا كان كل شيء، عوده لك. شكرا نجيب. ختاما، كيف هي احوال الطقس في الاسبوع الجديد مع ميشيلا؟ مرحبا. وين ما قررتوا تقضوا نهار الأحد، الأجواء اليوم مناسبة، ومن بعد شتوات الأيام اللي ماضية طقسنا رجع مستقر، ومن المتوقع يكفي على هذا الحال كمان بالأيام اللي جاية. ومثل العادة منخبركن عن كل التغييرات بنشراتنا. اتجاه رياح شرقي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 20 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 4 درجات و12، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 10 و13 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، بحر معتدل والجو صافي إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتاخدنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا
من منطقة كفر نون مع 12 درجة، 10 بكفر عقاب، كفر حلدة 7، 5 بكفر دبيان، كفر عقاب 13، 12 بكفر نيس وبكفر حونة. عم بتشوفوا الجو صافي إلى غائم جزئياً. كفرية 9 درجات، منوصل على منطقة كفر زبد 10، وبنختم بكفر دين والقع مع 13 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث أيام اللي جايين. اليوم الأحد مثل ما قلنا الجو صافي والحرارة بتسجل أقصاها 20 درجة، بتابع الطقس حلو لنهار الاثنين، الثالثة الجو غائم جزئيا والحرارة بتستقر على 23، أما نهار الأربعاء بتشوفوا احتمال تساقط أمطار وأكيد بنخبركم عن تفاصيلها بنشرات لاحقة. بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم. بتمنى لكم بقية نهار أحد حلو كيف ما قررتوا تقضوه، وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة. شكرا ميشيل، نشرتنا انتهت. جميع العاملين فيها يشكرون لكم حسن المتابعة أينما كنتم. تابعوا دائما أخبار الام تي في على تويتر وفيسبوك والموقع mtv.com.lb. إلى اللقاء.